نشرة إخبارية موجزة تأتيكم من على شاشة النيل، مرحبا بكم. استعرض رئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار المستجدات على الساحة الأمنية والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط الحالة الأمنية. خلال اللقاء أوضح وزير الداخلية أن خطة الوزارة تشمل متابعة الاختناقات المرورية بمختلف المحاور والطرق ومداخل المدن وتعيين الأعداد الكافية من الضباط والأفراد لتيسير حركة المرور. كما أشار اللواء عبد الغفار إلى أن شرطة التموين تقوم بدور في إحكام الرقابة على الأسواق ورصد الحالة التموينية والمؤشرات وحركة تداول السلع ومدى توفرها وكفاية المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ومواجهة حالات حجب بعض السلع والارتفاع غير المبرر في الأسعار. ستظل احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية فضلا عن المشروعات الاستثمارية الجديدة هي الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما جاء في إطاره لقاء سيادته بالسيد ستيف بولز رئيس قطاع الطاقة والمياه بشركة جنرال إلكتريك على مستوى العالم، حيث تم استعراض الخطوات التي قامت الشركة بتنفيذها منذ يناير 2015 للمساهمة في تنفيذ خطة الحكومة العاجلة لتوفير الكهرباء. الخطة العاجلة قدرتها بالكامل 3632 ميجا، منها 2660 ميجا شركة جنرال إلكتريك بتقدمها، وتبتدي اول تربينات هتشتغل في نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، في اول بالظبط 31/5 باذن الله تخش اول ثلاث تربينات في الخدمه وتدي كهرباء في الشبكه. من جانبه اشاد الرئيس السيسي باداء الشركه ومعدلات التنفيذ الفائقه، منوها الى اهميه مواصله العمل بوتيره سريعه لتفادي زياده الاحمال في فصل الصيف. ان هذا المشروع يعتبر من اسرع مشاريع الطاقه التي تم تنفيذها حول العالم. سيتم الانتهاء من الأعمال المرحلة الأولى بنهاية شهر مايو الجاري بإضافة 895 ميجا وات، ثم ستتوالى إضافة كميات أخرى من الكهرباء على مدار الأشهر القادمة، ليكتمل بذلك المشروع نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بناء على طلب من الرئيس السيسي. على الجانب الآخر، التقى رئيس السيسي وزير الصناعة والتجارة الروسي السيد دينيس مانتروف، حيث تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك كإنشاء مركز لتخزين ونقل وتداول القمح الروسي وتصديره للأسواق المجاورة، هذا فضلا عن التعاون في مجال إنتاج الدواء والنقل الجوي لزيادة أعداد سائحين الروس الوافدين إلى مصر، وكذلك إنشاء مراكز لتجميع السيارات الروسية في مصر وتحديث المشروعات التي سبق وأن أقامها الاتحاد السوفيتي السابق كمصنعي الحديد والصلب والألومنيوم. أصلاً вопрос это создание условий для того чтобы мы كما احنا بلغنا فخامة الرئيس بأهم مشروعات شركتنا التي يعرضها حاليا في إطار ندوة أموال الحوار الروسي المصري، وفي رأينا من المهم ليس فقط تصدير المنتجات الروسية إلى مصر بس إنشاء التجميع وإنشاء الصناعة في مصر. إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه الصندوق السيادي الروسي للاستثمارات المباشرة وصناديق الاستثمار العربية سواء كانت الإماراتية أو الكويتية. من جانبه أكد الرئيس السيسي استعداد مصر للتعاون مع الجانب الروسي في مختلف المجالات التي تم طرحها، مؤكدا أنه يتعين البدء في الاتفاق على محددات تنفيذها آخذا في الاعتبار توفر العمالة المصرية المدربة بأجور مناسبة والموقع الجغرافي المتميز لمصر كبوابة للمنطقة العربية والقارة الإفريقية. هكذا تتابع القيادة السياسية ما تم إبرامه من اتفاقيات مع الشركاء الأوروبيين في مختلف المجالات وعلى رأسها الطاقة من أجل تفعيلها وجني ثمارها في المستقبل القريب، مستغلة في ذلك الظروف المواتية من علاقات سياسية متميزة ورغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية. من مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، آيات عبد اللطيف، أنيل. اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات من بينها اسناد تنفيذ بعض المشروعات واهمها المرحله الرابعه من الخط الثالث لمترو الانفاق واعمال رصف بميناء الاسكندريه وتنفيذ اعمال انشاء متحف اخناتون بمحافظه المنيا. كما وافق المجلس على تكليف شركه المقاولات المصريه بتنفيذ اعمال الطريق الدائري وطرق اخرى بطول 45 كيلومتر بمدينه السادات واسناد تنفيذ اعمال 7 مشروعات مياه شرب وصرف صحي بمحافظه مطروح، وكذلك تطوير المنطقتين الأولى والسادسة بميناء الأسكندرية وعدة مشروعات للصرف الصحي والمياه بكفر الشيخ والمنوفية.
وقنا. كما وافق المجلس على تخصيص 250 مليون جنيه لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات وتشكيل لجنة فنية لمتابعة الخطة تضم كافة الوزارات المعنية. كما شهد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب توقيع 3 بروتوكولات للتعاون بين وزارتي التموين والزراعة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لخفض أسعار السلع للمواطنين بالأسواق وتوفير فرص عمل للشباب. كما شهد محلب توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإنتاج الحربي للتعاون في حفر الأبار في إطار تنفيذ مشروع المليون فدان. توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة هدف تسعى الحكومة إلى تحقيقه، وفي هذا الإطار جاء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. ينص البروتوكول على توفير السلع بأسعار اقتصادية تتناسب ودخول المواطنين من خلال الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية الكبيرة المتاحة لدى وزارة الزراعة على أن يتم عرض تلك السلع من خلال المنافذ التسويقية المملوكة لوزارة التموين. وزارة الزراعة وزارة لها ليس فقط مزارع خاصة بها، وده أمر جيد ومحمود وحناخد منه كميات كبيرة جدا تضخ في المنافذ، ولكن أيضا لها قدرات على أن تتعامل من خلال التعاونيات التابعة لها في أنها تفيد المزارع والفلاح اللي موجود، تجمع منه المنتجات الزراعية، تقطع أو تخفض الحلقات الوسيطة ويتم ضخ هذه المنتجات في المنافذ المذكورة. كانوا 5000 عجل موجودين، متوسط وزن العجل يصل إلى 540 كيلو. يعني النهاردة لما أجي أنا أنزل العجول ديت بسعر 55 جنيه للكيلو للمواطن، أعتقد أنا بخفض الأسعار. لما نيجي نقول الأسماك وتسويق الأسماك وشركة تسويق الأسماك وننزل بالبلطي رقم 1 نخليه ب10 جنيه والبلطي رقم 2 ب8 جنيه، يبقى برضو أنا بخفض الأسعار. هو ده كان الهدف. وبهدف تطوير منظومة توزيع المواد التموينية شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي للتنمية لإقامة وتطوير مشروعات مرتبطة بمنظومة التموين ومنح قروض لتمويل الجمعيات الصغيرة. في منظور أكبر بكتير من كون إن ده مشروع صغير. عندنا أول حاجة ضمان توريد السلع عن طريق وزارة التموين، فده بيضمن إن السلعة سهل الوصول ليها وسهل توفرها لصاحب المشروع. رقم 2 ضمان التسويق، لأن احنا لو كنا بنتكلم فاحنا بنتكلم على وجود حق امتياز أو فرانشايز، فبالتالي الاسم مسوق نفسه والناس عارفة إن هي دي منافذ التموين، وبالتالي الطلب مش هيبقى فيه أي مشكلة، يبقى احنا كده أمننا العرض وأمننا الطلب. الحاجة الثالثة كمان اللي لازم نتكلم فيها هي سد فجوات السلع، ودي طبعا وزارة التموين الحقيقة هم أخذوا المبادرة، وبالنسبة لتوزيع هذه المحلات والبقالات والتجمعات الاستهلاكية سواء إقامة الجديدة أو تطوير القائم عن طريق التوزيع الجغرافي لها، وبالتالي البروتوكول مش بس هيوظف شباب ولكن كمان هيسهل به الوصول إلى الفئات اللي مش وصل لها السلع الاستهلاكية بالأسعار المدعمة. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور محلب بين وزارتي الري والموارد المائية والإنتاج الحربي للتعاون في حفر الآبار وتوريد مواسير شبكات الري المختلفة في إطار تنفيذ مشروع المليون فدان التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هشام حامد، النيل. يتوجه رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب غدا إلى عمان في زيارة رسمية للأردن على رأس وفد وزاري رفيع يرأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات برئاسة محلب ونظيره الأردني عبد الله النصور التوقيع على بروتوكولات تعاون في عدد من المجالات. على مدى أكثر من 30 عاما تعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اجتماعاتها بشكل دوري في سعي دائم لتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حركة التجارة بين البلدين. بحث التنسيق السياسي والأمني بين مصر والأردن يتصدر قائمة اهتمامات اللجنة العليا المشتركة، لا سيما بعد اللقاء الأخير للرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني وتأكيد الزعيمين على ضرورة التنسيق لمواجهة خطر الإرهاب المتصاعد في المنطقة. اجتماعات اللجنة العليا تشهد التوقيع على عدة اتفاقات في مجالات الري والموارد المائية والتجارة والإذاعة والتلفزيون واتفاقية لاسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة. يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر أكثر من 500 مليون دولار، كما تقدر الاستثمارات المصرية في الأردن بحوالي 310 ملايين دولار، بينما تبلغ حركة التجارة أكثر من 600 مليون دولار سنوياً.
اللجنة العليا المشتركة معنية أيضا بمتابعة العمل في خط الربط الكهربائي الإقليمي، والذي يتم من خلاله تبادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدول المشتركة فيه، ومن بينهم مصر والأردن. أوضاع العمالة المصرية في الأردن تأخذ حيزا كبيرا من جدول أعمال اللجنة بهدف تحقيق الاستقرار للعمالة المصرية ورفع كفاءتها في تنفيذ مختلف مشروعات الإسكان والإنشاءات وغيرها في الأردن. كذلك يبحث اجتماع اللجنة المصرية الأردنية سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين عام 1998. يدعم هذا الاتجاه الدور الهام والحيوي الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين من خلال مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك. كان اجتماع اللجنة العليا المشتركة قد أسفر العام الماضي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الشباب والتدريب المهني ومياه الشرب والصرف الصحي والسياحة. استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة لإبلاغه رفض مصر البيان الصادر عن الخارجية الباكستانية بشأن إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين إلى فضيلة المفتي في قضية الهروب من السجون. وتم التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية ويحمل تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وأن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين. كما قامت السفارة المصرية في إسلام أباد بنقل الرسالة نفسها إلى الجانب الباكستاني. يواصل ملتقى القبائل الليبية أعماله في القاهرة في يومه الثاني لبحث آليات الخروج من الأزمة الليبية بشكل سلمي وتفعيل دور القبائل في هذا الخصوص. ويحضر الملتقى الذي تستمر أعماله 4 أيام ممثلون من كافة القبائل الليبية للتأكيد على ثوابت إقامة الدولة الليبية ولم شمل الليبيين في إطار حلحلة الأزمة السياسية في البلاد. وتأتي استضافة القاهرة للملتقى إيمانا من مصر بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه مشايخ ورموز القبائل في توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة، وحرصا من مصر على أهمية الإسراع في تحقيق الاستقرار والوصول بليبيا إلى بر الأمان. أيدت دائرة الإرهاب المنعقدة في محكمة بلبيس قرار فضيلة المفتي بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الإرهابي عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة وثمانية تكفيرين لاتهامهم بارتكاب جرائم بحق رجال الجيش والشرطة. كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد ألقت القبض على المتهمين بمركز أبو كبير وبحوزتهم عدد من القبائل القنابل اليدوية وذخائر وأسلحة نارية وأحزمة ناسفة ومطبوعات تحريضية. ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام للجماعة التكفيرية أو لجماعة تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور وقلب نظام الحكم والاتصال بتنظيم داعش الإرهابي. تسلمت محافظة القاهرة 230 أوتوبيسا عاما جديدا كدفعة ثانية من العقد الموقع لتوريد 600 أوتوبيس مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة. قال محافظ القاهرة جلال سعيد قال إنه سيتم تشغيل وتخصيص الدفعة الجديدة لدعم وتعزيز خطوط النقل العام الداخلية والمناطق الأكثر احتياجا. خلال احتفالية نظمتها محافظة القاهرة لاستلام الدفعة الثانية من الأتوبيسات المقدمة من دولة الإمارات، جدد محافظ القاهرة جلال سعيد تقدير أجهزة الدولة وأبنائها لهذا الدعم الذي سيساهم في توفير أسطول حديث للنقل العام في القاهرة الكبرى. إن شاء الله بإذن الله مع اكتمال منحة دولة الإمارات الشقيقة وأيضا مع اكتمال مناقشة أخرى تم تنسيتها من قبل الحكومة المصرية لإدخال 280 أوتوبيس أخرى تعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أو 4 شهور من الآن، هيبقى إحنا تقريبا ضعفنا أسطول هيئة النقل العام في القاهرة. وأنا أعتقد إن ده هيساهم بقى مساهمة جيدة جدا في تحسين الخدمة في القاهرة. المنحة الإماراتية تشمل عدد 600 أوتوبيس خدمة شاقة لهيئة النقل العام، تسلمت منهم 430 أوتوبيسا على دفعتين، ومن المقرر توريد الدفعة الثالثة والأخيرة مع نهاية الشهر القادم. تدينا دفعة قوية جدا إن احنا نقدم خدمة متميزة للجمهور. احنا حاولنا في 200 أوتوبيس دول 230 أوتوبيس بتوع النهاردة إن احنا نغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية جدا، شبرا الخيمة، مدينة السلام، إمبابة، العبور،
زائد المدن الجديدة الشيخ زايد 6 أكتوبر القاهرة الجديدة، لأول مرة نعمل خط من أحمد حلمي هيوصل لحد آخر شارع 90 عند الجامعة الأمريكية. ركزنا على العبور، الأتوبيسات دي فيها خدمة أنت عارف اللي احنا دلوقتي بقينا في شهر الصيف أو داخلين في موسم الصيف، دلوقتي الأتوبيسات كلها فيها مراوح لجميع الركاب، فيها جهاز آلي بيندق بيها على المحطات بنكون الراكب عايز ينزل او بيبان عند مرايه الصالون بيرنده له بالمرايه او داخل على المحطه القادمه وبيبانه على المرايه. والاتوبيسات زي ما انت شايف كلها مراوح كلها جديده. تعكس هذه المنحه عمق العلاقات بين البلدين، خاصه وان دوله الامارات لها العديد من المواقف المشرفه والداعمه لمصر في مختلف المجالات. على منتصر النيل قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودين إن أي أساس للمفاوضات مع إسرائيل يجب أن يكون على أساس الاعتراف بحدود عام 67 والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. جاءت تصريحات أبو رودين تعقيبا على ما ورد في وسائل الإعلام حول استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحدث عن حدود المستوطنات التي ستحتفظ بها إسرائيل. أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية أنها تتقدم باتجاه مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لتحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. من جهة أخرى أعلنت القوات العراقية مقتل 15 عنصرا من داعش خلال مواجهات على أطراف منطقة عملية الفلوجة في الأنبار أيضا. أخيرا وبعد عدة أيام من التحشيدات العسكرية انطلقت ساعة الصفر لهجوم القوات الأمنية العراقية لطرد تنظيم داعش من محافظة الأنبار بأكملها، بدءا من التقدم نحو مركز المحافظة مدينة الرمادي التي حوصر فيها مسلح داعش من ثلاث جهات، بعد أن تمكنت القوات المشتركة من الجيش والحشد الشعبي وأبناء العشائر من الدخول إلى جامعة الأنبار وتحرير مناطق الطاش والعنقور إثر اشتباك خلف عشرات القتلى في صفوف التنظيم المتطرف. بوشرت العملية هذا اليوم، ونعتقد إذا استمرت هكذا بهذا التواتر فإنها ستكون عملية ناجحة بإذن الله، ونعتقد أن داعش سوف لن يبقى قويا وطويلا إذا طوقت المدينة وترك له منفذ، فإنه سوف يغادر مدينة الرمادي. ستكون هناك منازلة كبيرة مع داعش، معركة أنبار صعوبتها لأن فيها صحراء واسعة ومفتوحة على ثلاث دول ومنها سوريا، والطريق مع سوريا والحدود مع سوريا مفتوحة، فبالتالي تسهل عملية اللوجيست والانتقال. ولكن نؤكد أن هناك تصميم لدى القيادة العامة للقوات المسلحة حسم المعركة قبل نهاية هذا الشهر. الهجوم على الأنبار تزامن مع عملية عسكرية أخرى واسعة ضد ما تبقى من معاقل تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين بقيادة عناصر الحشد الشعبي وأبناء العشائر السنية، لتندلع اشتباكات عنيفة رافقها قصف لمقر عمليات تنظيم داعش بمنطقة الإسحاق، قتل وأصيب على إثره 70 مسلحا. لن يتم تحرير الأنبار إلا بتعاون أهلها، ويجب الحكومة أن تسمع لأهل الأنبار لمن هم على الأرض الآن، لمن يحملون السلاح، لمن يقاتلون، ويجب عليها أن لا تسمع للسياسيين الذين الآن يعني يختزلون أهل محافظة الأنبار ويختزلون مكونات يعني مكونات معينة ويقدمون أنفسهم للناس على أنهم أولياء أمور لهذه الطوائف، وهم ينظرون لهذا الأمر ويحاولون تجيره لتحقيق أغراض سياسية بمعزل حتى عن المعاناة التي يعيشها أهلهم اليوم. وفي محاولة منه لصد القوات الحكومية استخدم التنظيم الإرهابي وفق مصادر أمنية العشرات من مسلحيه المدججين بالأسلحة من داخل الأراضي السورية، وقام بنشرهم في طرقات محافظة الأنبار. الخسارة المتوقعة لتنظيم داعش في معركة الأنبار ستكون بداية لزوال كابوس هذا التنظيم من المدن العراقية وعودة الأسر النازحة إلى سابق عهدها من الأمن والاستقرار. من بغداد حيدر الأسدي، النيل. إلى اليمن، حيث استعادت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمنضوية تحت لواء المقاومة الشعبية السيطرة على مدينة الضالع الجنوبية بالكامل بعد شهرين من دخول المتمردين الحوثيين إليها. وإلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جديدة على مواقع للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في محافظتي تعز وسعدة. وختاما لهذه النشرة الموجزة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يستعرض مع وزير الداخلية جهود ضبط الأمن والأسعار، ويبحث مشروعات الطاقة مع مسؤول بشركة جنرال إلكتريك.
نحلة بيشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات لخفض أسعار السلع للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب. ورداً على اقتراح نتنياهو بإعادة ترسيم المستوطنات، الرئاسة الفلسطينية تؤكد أنه لا تجزئة للمفاوضات التي أسسها على حدود ما قبل 67. نهاية النشر. إلى اللقاء.